الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن والله لا يروح كل حشري كتابك حسن المسلم كها وحن ما تشاء الله تعالى كبلا بدونه دعوين كلا أخرستو بدعاء الله أخرستو مركو قف كل دركة وحران أي وهالدعاء نوحوية دعاء لبس الثوب ودعاء عن بريضة وقف كبر ياي إلهي كبر ياي مركو كل بسنة يا محرانا يا درك ورين الحمد لله ما هضورن إلهي باسكله الذي الله باسكله ما هض كاساني هوي هذا الثوب مرضني هوي ورزقني هو ورساقي مرضا من غير حول مني حيرات حقي كهت يدو أنا شيرين ولا قوة أودني يدو أنا شيرين إلهي بقفكم مهنا غياه مرضا ونعكسن سيي كنا أرساقي إسو يدو أنا تشير موحي رضا وقفك إليها أودني إله تبارك وتعالى يقفك حصية وإله وقرية دعاء صدحان وحكمة دعوين كالآخر صيغنا مركب يقفك سوي بسدو نرع الصب كما معنى هدو حي الدعاء ودعاء دي مبريا دي لبس الثوب الجديد مركلو وقف كل بسنة يوم مرع عصب لبث وحرنا يوم مرض كل بسنة الثوب ومرضي لبس مره كل بسنة الثوب المرضي الجديد عصبين مرع قف مرق مرع عصب سيب سدو أي دعاء آخرية وبعلا مرع عصب كسيب سدو مرضي وشراط حرة أي آخر سنة يا دعاء حرية اللهم الله ولك الحمد وما هذا ولنا أيكو سكناتي أذكى أنت إلهي ربي يو أنت أذكى أيك سوتنيه هو مرضا أسألك وحنك ودي سنة من خيره مرضا خيره دا يحنك ودي سنة وخير ما صنع له وخير ما صنع له خير كلوس مي مرضا أيك ودي سنة وأعوذ بك وحنك أمان قليا إلهي وكامان قليا من شره مرضا شرك دا وشر ما صنع له يشرك لوس مي ودعاء أفراد وحورنا يا دعاء ودعادي لمن بدلو آخر جاي لبس كل بسنة ثوبا جديدا مرعوس قف كل بسنة يا أما قف مرعوس حرانا يا قفكي كلا أركي ولا لك يا أها أما مرعوس قف مرعوس بسوي بسدي هذو أرك قف كلو ولا لك يوم مسلم أو ولا أي هذو أرك يسوى مرعوس بسوي بسدي أما مرعوس بجسنا يا ودعادي يقول دعائنا يا مركب حوي والدعاء ودعاء يرمضي أما الدعاء دي لمن قد لو قد عيني لبس كل لبسنا أما حرانا يا ثوبا جديدا مرع الصب أما بحرم با وحرانا تبلي بالي مرضا مري وقبوش ويخلف الله إلهنا هكوس وقضال مريو بمعنى إلهي كوكو بدلو إلهي كوبيتك لها كوكو بدل ويخلف الله تعالى إلهي متك لها كوكو بدل متك لها كوكو وقضال مريو وحرنا يلبس جديدا مرع صبح حرو يدعو صبح حرو وعيش نور حميدا ندعو إله مهندقية وموت لمو شهيدا أدعو شهيدة وشهيدة لمو ودعا دا سوق دعاين يا غفك سيدا أدادا رتقف ولا الكايا ودر صبح حران آية أما در صبح سويب سدي دعا دانا لسنيين لو قد دعايو سي مرضي قفك سويب سدينا وانفعضو أدعو نادا شربها شو ولا الكايا مسلم كادو دعايسو sida daradeed ummadda muslimiinta inay isu ducayaan mar kasta oo isu naxariistaan waa mid loo baahan yahay marka wuxuu oranayaa tubli baaliye maradan macnaha mari oo gabooji wa yukhlifu allahu ilayna ku soo gadal mariya tacaala isaga horeeya ilbis xiro jadiidan mara cusub xiro wa cish nooloo xamiidan adigoo ilaahay mahadnaqaya wa mud shahiidan adigoo shahiidana dhimo marka qofkii walaalkaaba mara cusubaad ku aragto wadu ducaynaysa ducadaas adigu ducaynaysa دعاء الشنا دو حوي ما يقول اذا وضع ثوبه ما وحي يقول ورنا اذا وضع اذا قرت وضع او دغى وضع او دغى ثوبه مرضي سمر كو دغايو اما بخينايو وحي ورنايا ذكرك واخرنايو مركو مرضي سقف اسك بخيناي مريس ورنا بسم الله لما يغيب يكون بخينايا ثاني شياطين تو بدات كيمنك انان اركيني نغا قرسونا ما عالمك نغا قرسوني أنا قف عوردي سو أرق وهو قبسنا يا بسن كمر كستو دركي سبحنا يو وايو تطبين على النول تطك هوسا ثاني عوردي نو أرق
ayaa bisinka ilaahay tabaaraka wa tacaala u qabsanaya. Hadduu bisinka qabsado, bisanka wuxuu kala teedayaa adiga iyo dadka jimjimanka ayuu kala teedayaa oo ku arki maayaan. ducada lixaad waa ducaa waa ducadii dukhuulu marka la dukhuulu alkhalaa'i, ducadii qofku markuu gelayo suuliga uu akhrisanayo weeye ama mashruusha markuu gelayo. Wuxuu odhanayaa bismillaah, alla magacii baan ku gelayaa, buu odhanayaa alla magacii, allahuma allah yow innii anugu acuudu bika, waxaan kaa magan gelayaa, waxaan kaa magan gelayaa min alkhubuthi, shinka kiisa lab baan kaa magan gelayaa, walkhabaa'ithi iyo kiisa dhadig. Qof markuu suuliga gelayo waxaa loo sunayaa adaab. Adaabtaasi waxa weeye, kow, inuu qofku biyo fiican qaato, unjaasadiisu isaga maydho isaga daahiriyo. Laba, inuu dacas ama kaba qaato ama kaba xidho. Saddex, inaanu qofku qaadanin waxyaabo dhikriga Ilaahay ku xusan yihiin ama ku qoran yihiin ama ay ku xusan yihiin, sida warqad ay wax ku qoran yihiin oo kale, kutubtii oo kale, weel ay wax ku qoran yihiin, dhar ay wax ku qoran yihiin oo kale lama geli karo, ay ku qoran yihiin magaca Ilaahay iyo magaca Rasuulka, fargaladii baa lamid ah, haddii magaca Ilaahay iyo magaca Rasuulka ku qoran yahay, qofku la geli maayo suuligii. Waxaa kaloo ka mid ah adaabta suuliga, inaanu qofku suuliga ka dhex hadal, inaanu suuliga ka dhex hadal, suuliga ka dhex qayline xaajadiisa iyo baahidiisa markuu soo guto, inta ducadan akhristo, xaajadiisa baahidiisa uu soo guto, inuu maxaa ku dhahday ka soo baxo, ka si degdega usoo dhaafo. Markaa qofku markuu suuliga gelayo, lugta bidix ayuu horeysiinayaa, inta duca intaanu gelinba ducadan akhriyaya, markuu ducadan dhamaysto ayuu lugta bidix horeysiinayaa. Kabacdi markuu galo, ku dhex hadli maayo suuligii, wuxuu ku dhex cuni maayo, wuxuu ku dhex akhriyi maayo, ka dhex qaylin maayo, wixii xaajeed aan ka baxsan, wixii xaajada aan ahayn ku samayn maayo. Markuu soo dhamaystay xaajadiisii ama baahidiisii uu suuliga u galay, soo dhamaystana si yaro wuxuu soo horeysiinayaa lugta midig, ducadan uu kaga soo baxayaa. Marka waxa weeye, ducaa waa ducadii dukhuul alkhalaa'i, marka la gelayo suuliga ama mashqusha. Waxaa dhahayaa bismillaahi, alla magacii ayaan ku gelayaa, allahuma allah yow innii anugu acuudu bika, waxaan kaa magan gelayaa min alkhubuthi, jinka kiisa lab, walkhabaa'ithi iyo kiisa dhadig. Qofku markuu suuligii galay ee xaajaadkiisa soo dhamaystay, soo baxayo lugta midig ayuu soo horeysiinaya, ducadan buu akhriyaya. Wuxuuna ducaa'u waa ducadii alkhuruuju, markuu qofka soo baxayo min alkhalaa'i, suuliga ama masqusha. Wuxuuna qof faraanaka ilaahay uu dambi dhaaf, ilaahay uu dambi dhaaf, haddii dambi iyo gafan ku sameeyay suuliga ama ku gafay, ilaahay uu dambi dhaaf. Wuxuuna ducada sideedaad waxa weeye, waa dhikrigii ama ducadii uu qofku akhriyay intaanu bilaabin weysada. Wuxuu odhanayaa dhikru qabla alwuduu'i, waa dhikrigii ama ducadii ama dhikrigii uu akhriyay qofku markuu weysada bilaabayo, intaanu weysada bilaabin. Weysada wuxuu ku bilaabayaa bismillaah ayuu ku bilaabayaa, alla magacii ayuu ku bilaabayaa, dadanka bacdi weysaday ayuu weysaysanayaa. Ducada sagaalaad waxa weeye, adhikru bacda alfiraaqi min alwuduu'i, waa dhikrigii bacda alfiraaqi markuu ka faaruqo ama dhamayso, min alwuduu'i ama uu ka faaruqo min alwuduu'i, waa weysada xaggeedii. Bimaana qofku markuu weysadii dhamaysto weeye, wuxuu odhanaya ashhadu an laa ilaaha ila allah, ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah, ilaah xaq lagu caabudo inaan shiri ila allah wala mooyaane, waxdahu xaale ilaahay keligii yahay, laa shariika lahu, ilaahay cid la barbar dhigo oola shariik yala ma jirto. وأشهد أن وأشهد أن قري أن محمدا نبي محمد عبده وأدون كيسين ويهي ورسوله إيرجي كيسي ونوصو دراي. إنت أمرك أخري وحسي راعنيا، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتظاهرين. اللهم الله يو اجعلني أن إيجيل من التوابين، قوة توبد ألق توبد كان كبضن له. إلهي هو توبد كان كبضن له. إمرك ستوبد كان. إدلوب توبد توبد كان. إلهي إيجيل بورانيا. وجعلني إيجيل أنيا. من المتطهرين، كويس نظيف انت بضن، كويس طاهرية، إلهي كوائي قيل بورنيا. وحرنا شكرا أرنيا، سبحانك إلهي وديك وحمان كفن، اللهم الله يو بحمدك، إيه مع حمدك، ما هذا دين إذا لا يسقطه أي لسعته، أشهد أن لا إله إلا الله، وحن قريا
إله حلو وعودين رجل إلا أنت هذه مو إله إله هنا رجل إلا أنت هذه مو يعني أستغفرك أدي أيان استغفرك ودي سني وتوب إليك حق عاين صان غني وأدي أنك توب تكيني دعاء قفك آخر استا مركو يسدا دميو رسولك عليه الصلاة والسلام تلمامي قفك أسي إن لا فرو سديت كان الباب كان دوله كودونا لا يلا كقال سيدا هو دعاي ادي ادو قاليه لو كدالو او قفو مركز تبا كدالو وامد مهمه وحيا الذكر والذكر بعد الفراق من الوضوء قف مر كفارق او دمي ويسد حق حق انا اشهد ان لا اشهد حق لا اله الا الله الى حق لو عابدين ان جيرين الم يعني وحده حاله وكليه لا شريك له عيد الهي لا بربر دي عباده لم عباده دي سعيد لا بربر دي وإله تبارك وتعالى لا لسما ما جرتو واشهد وحقري ان محمد النبي محمد رسول عبده وادونك سينو يهي ورسوله هي ارغيسي ولهي وصدر تدك وصدرينو يهي اللهم الله يو اجعلني غيل من التوابين هو توبت كان كبدن لله غيل وجعلني غيل من المتظاهرين كو استاهرين تبدن لله غيل سبحانك اديك احمانك فني الله يو اللهم الله يو وبحمدك مع حمدك ما هذا ضيد الله صوته أشهد وحنقري أن لا إله إلا أنت إله حق وعبد إن الوشر إلا أنت هذه مبينة أستغفرك هذه أنك توبتك هنا استغفرك ويدي سنة وأتوب إليك هذه أنك توبتك هنا دعاء تمنى حوي الذكر عند الخروج من المنزل وذكرك أما دعاء يقفك وخسنايا مركو كبحا يقرقيس قرقيس مركو كتغايا صبح أما شغط تغايا أو ملك الحقبة ناية قف مرقوري سكب حايو دعاء دمك كب حيا سدوا بدبادو لباتلا يشررك الشياطين تا يوحلها المعنى أي قف بلادنا كوب جسنيا حرنا يا بسم الله ألا مجد عيان كب حيا ألا مجد عيان كب حيا قريته توكلت بسم الله ألا مجد عيان توكلت تلا توكلت تلا سريع توكلت على الله بسم الله بحرنا يا إلهي مجد عيان كب حيا توكلت على الله إلهي ما تلا سارني ولا حول فرسما أي حيرة مجرته ولا حقيقة هاتي ولا قوة أبو دين مجرته إلا بالله إلهي حقي سايون بيا هاتي حرنا يا اللهم إنا عذبك اللهم الله يو إني أنقع عذبك وحكام ينقلي أن أضل إن اللهم أو أضل أم الله يلمي أو أزل أم أنسي بروح روحه أو أزل أو أزل أم الله يسمي بريحيه أو أظلم أما لا أمان وحظلمية أو أظل أو أظل أو أظلم أما لا يظلمية أو أجهل أما نعد كقرد الرهضة أما نعد كقرد الرهضة أو يجهل علي أما لا يقو قرد الرهضة انت هاب إلهي بك من قلية دعاء الفضل يكو صاروري رسول الله عليه الصلاة والسلام حلية قف مره كبحو قريس ودعاء أخريو وحلقوا إلى هذا وكفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشياطين وحلقوا إلى هذا كفيت ولقوا إلى لي وحلقا كافتومي شر أورانا يلقا كافتومي لقا كافتومي ووقيت ولقوا إلى لي حفظي وهديت ولقوا هنوني وتنحى عنه الشياطين شياطين تنوى لقا فقي بمعنى شياطين تنوى لقا فقي أي لقوا إلى هذا شيادون كانوا شيادين شيادان كانوا وحي هذا ها شيادين تكلوا وحي كل هذا كيف لك برجل والكور رمى نين قد هدي لهنوني وكفي لا إله لي أو لقك لو شيء كسب وح كسب لقك كافتومي ووقي لا إله لي بالكور رمى شيادين شيادان كسائر هذا سيدا وقد قف إله بتبارك وتعالى بلن قاضي إنه إله لنا يو أو شر أورنا كدفاع حيا مرهو قريس كبحيا ندعا نخلصا ورحنا بسم الله ألم يعيك كبحيا كبحيا بحرانيا توكلت على الله إلهي بان ترى سارانيا ولا حول حير دمتر ولا قوة قوة دينا مترت إلا هدير ترين بالله حق إلهي حق إسائيه اللهم الله يؤني أنو أعذبك وحكما ينقلي أن أضل إن اللمه أو أضل أما لا يلومي أو أزل أما سنبر الحوضة أو أزل أما لا يسنبر الحيو أو أظلم أما أما أنظر واحد ظلمية أو أظلم أما لا يظلمية أو أجهل أما نعيدك كرد الرهضة أو يجهل علي أما لا يكرد الرهضة يعني أنت سو آخرين يدعاها سو دعينك سو آخرين يقف
waxa kale oo akhriyaa watan wa ducadii ducada 12-aad wa akhriyaa dhikrigi inda dukhul man almasjid qof markuu galayo gurigiisa qof markuu gurigiisa ka baxay ducadii hore soo akhriyay oo gurigiisa hawlihiisa soo dhameystay gurigiisa ku soo noqday oo gurigiisa ku soo laabtay ducadan buu akhriyaa marka wa dhikrigi inda dukhul almanzil qof markuu soo galayo gurigiisa uu galayo xudhayna bismillaahi alla magacayna waalajina ku galayo bismillaahi alla magacayna khaarijina ku baxaya wa cala allaahi allah ayaa korkiisa ayaan rab cala allaahi rabbana rabbi korkiisa ayaan tawakkalna tala saaranaa uma intaa ka bacdi markuu yaado liyusallama ahlihi calaa ahlihi ehelkiisa ayuu salaamaya mar gurigiisa soo galo ee gurigiisa maxaan ku dhahda yimaado ehelkiisa ayuu salaamaya mar gurigiisa yimaado ehelkiisa salaamo magaca ilaahay guriga ku soo galo shayadiintu waxay odhanayaan laa mubiita lakum habeenka meel uu hoyataan ma leh ninkii shaydaanka ee hogaaminayay hogaamiye u ahaa ayaa waxa odhanaya warcaawa meel uu hoyataan ma leh meelaha kale qabta kabacdii markuu cashadii loo soo dhigay waa cashadii bisinka u qabto waxa odhanaya laa mubiita lakum walaa casha war cashana ma lihdiin xaawa hoyaatina ma lihide ka lugaya gurigan adigana waa naga badiyo magacii ilaahay ba tabaarak ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ayuu naga magan galay oo ilaahay dhikrigiisa ayuu xajistay marka waa ducooyin aad iyo aad u qaaliya oo loo baahan yahay inuu ku dadaalo oo dhikriga ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo maxaan ku dhahday ilaahay xuskiisa waxay noo yihiin xusni iyo dhufays aynu ka galno shaydaanka iyo kulli shari sharka iyo sharkiisa oo dhan waayo shaydaanku waa shar ummadda addoommaha ilaahay tabaaraka wa tacaala uu imtixaanaya wuxuu doonaya inuu dariiqa saxda ka lumiyo sidaa daraaddeed rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaana baray hadyigaasi aad iyo aadka qiimaha badan leh inaanu ku dadaalno.